أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نذر رجل أن يترك التدخين إذا رزقه الله وحملت زوجته. نعم. يقول أحسن الله إليكم: نذر رجل أن يترك التدخين إذا رزقه الله وحملت زوجته. ما يجوز تأجيل التوبة وقال إذا في المستقبل إذا حصل كذا بتوب. ما يجوز، توبون إلى الله من قريب، يبادر بالتوبة، لا يجوز تأجيلها. نعم، تكمل أهل ما سبق. وأنت إذا أجلت التوبة هل عندك ضمان أنك تبي تبقى إلى الوقت اللي تقول بتوب فيه؟ تموت، يمكن تموت قبل ذلك وأنت على الذنب، تبادر بالتوبة. نعم، أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: نذر رجل أن يترك التدخين إذا رزقه الله. خلصنا من هذا، قلنا لا تأجل التوبة، بادر بها. نعم.